يعني ارجع بيك برضه، لازم ارجع بيك شويه للحته نرجع. اللي بتحبها. عبد الله السعيد، وليد سليمان، ابو تريكه، بركات، ايه كل ده، وانت كنت موجود، صح. يعني ايه كل اللعيبه اللي موجوده دي، يعني قول لي يعني المدير الفني كده كان بيحط تشكيل ازاي، مين كان بيلعب ومين كان بيقعد، يعني الاربعه لازم يلعبوا. ده يعني المدير الفني اللي كان موجود ده لازم يتعمل له تمثال، بكلمك بجد والله. في الوقت دوت اذا كان مستر مانو او حسام بدري، ان انت عبد الرحمن تلعب مع الاسماء اللي انت قلتها، انا من وجهة نظري من احسن جيل جه في تاريخ مصر، انت فاهم؟ هو بس كان ناقص كاس عالم، يبقى كده هم عارف قفلوا اللعبه. انت عندك لعيب بيبقى لسه صاعد انا وتيجي بقول تقعده على الدكه يقلب وشه. بالظبط ده دلوقتي، دلوقتي بيبقى لعيب صغير والله عبد الرحمن، لسه يعني اول ماتشين ثلاثه وتلاقيه بيقلب وشه لما ويعمل مشكله لو ما لعبش. ما بالك بقى انا كان في ماتشات، يعني ماتش من الماتشات والله العظيم انا قاعد جنبي، يعني بركات على جنبي على الدكه وسليم وما فيش اي حاجه، وكنت بنزل انا قبليه، وكان دي بقى اللعيب الكبير. يعني شوف انت بحجم بركات ده، لما كان يقعد بس هو عارف هيلعب في اي وقت، عارف هيعمل ايه. ابو تريكه نفس القصه، لما الناس دي كانت بتقعد عبد الرحمن، تخيل انت ابو تريكه وبركات بيقعدوا احتياطي، انت النهارده ماشي لسه عنده 18 19 سنه بيتضايق لو ما لعبش. فلا جيل، يعني الواحد عارف انت ربنا بيحبه ان هو لعب والله في جيل زي ده بجد. ماتش الترجي فاكر لما نزلت وكان بركات على الدكه هناك، اه طبعا. كان ايه اللي حصل الموقف؟ لا كان ماتش هنا عندنا في القاهره، وكنت انا قاعد يعني على الدكه وبركات جنبي، فكنا كابتن حسام بدأ مش فاكر مين ساعتها، فهو اتصاب فالكابتن حسام، فبص كده، فانا قاعد انا وبركات جنب بعض كده، فراح بس كده شكري قوم سخن. فالمهم قمت سخنت ولعبت والماتش خلص، فجيه تاني يوم فبركات يعني انا من الناس اللي بحبها جدا، فقال لي بقى كده يا عم شكري ابقى قاعد جنبك والكابتن حسام يقول لك قوم سخن اهو ما انزلش. فعارف طبعا يعني هو خدها بخفة دم بالظبط. وخدها لا هو بروح حلوة. انا بص بركات عبد الرحمن والله بجد من الناس اللي بص يعني مش كلامه كتير، بس لا يعني شخصيه انا بحبه، شخصيه جميله وواضح، مش بتاع مش بيلف ويدور، لا. وكان واقف جنبينا كتير احنا كلعيبه صغيره، بركات واقف جنب الواحد كتير، هو وبركات وجمعه مستريكة طبعا الناس دي كلها بجد والله عبد الرحمن يعني انتوا كنتوا جيل يعني يتمنى اي مدرب بقى، يتمنى بالظبط. الجيل ده لو كان موجود دلوقتي كان الفرقة دي عايزة كان خدوا ميزانية ايه. كام؟ صحيح. يعني كانوا بجد والله ابو تريكه ولا جمعه الناس دي، لو في الوقت بتاع، كان الواحد بيسأل نفسه السؤال ده كتير والله، كان الناس دي ايه؟ كان عملوا ايه؟ انت دلوقتي بتشوف واحد بيلعب له ماتشين ولا موسم كويس يا عبد الرحمن يطلب يطلب، عايز الشيك على بياض. ورغم كده اصلا انت معلش ولا بتاخد بطولات ولا بتاخد دوري ابطال افريقيا ولا اي حاجه، وتلاقي اللعيب قاعد مش عايز يمضي. ده الناس دي اقسم بالله كان بيمضي على بياض، يعني اه بيتفق وعايز ايه بس خلاص بيمضي على بياض، انت متخيل؟ فكان لا في انتماء يعني اللي على ايامهم، لا في انتماء غير طبيعي.